تحت عنوان لرواية حق التكريم، أعلنت جائزة كتارا لرواية العربية عن أسماء الروائيين العرب الذين فازوا بدورتها الأولى. منحت الجائزة عن فئة الأعمال المنشورة وقيمتها 60,000 دولار لكل عمل لخمسة روائيين، هم أمين تاج السر من السودان عن رواية 366، ومنيرة سوار من البحرين عن رواية جارية، وروائي الجزائري وسيني الأعرج عن رواية مملكة الفراشات، وروائي العراقية ناصر السعدون عن رواية دوامة الرحيل، والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد عن عمله أداجيو. اسمها كده أداجيو. أداجيو معناها المقطوعة الموسيقية البطيئة الحزينة. بقول إنها جايزة مهمة جدا لأنها تضاف للجوائز العربية، وبتضيف حاجة مهمة قوي للجوائز العربية اللي هي الترجمات. جدا سعيدة بهذا الفوز، لأن روايتي تتحدث عن وجع العراقيين، وبالتالي فهي جائزة لهذا الوجع. أما عن فئة الأعمال غير المنشورة وقيمتها 30,000 دولار لكل عمل، فقد فاز بها عبد الجليل التهامي من المغرب عن رواية امرأة في الظل، وميسلون هادي من العراق عن رواية العرش والجدول، وزكريا أبو ماريا من المغرب عن رواية مزامير الرحيل والعودة، وسامح الجباس من مصر عن رواية حبل قديم وعقدة مشدودة، وجلال برجس من الأردن عن عمله أفاعي النار. الرواية تتناول محورين، التطرف الاجتماعي والتطرف الديني، وعندما أتحدث عن التطرف الديني أتطرق إلى جميع الديانات. جوائز تحويل الرواية إلى عمل درامي ذهبت عن فئة الأعمال غير المنشورة وقيمتها 100,000 دولار لسامح الجباس من مصر عن عمله حبل قديم وعقدة مشدودة، وعن فئة الأعمال المنشورة وقيمتها 100,000 دولار لواسين الأعرج عن رواية مملكة الفراشات. في هذه الرواية تحدثت عن الحرب، ما سميته بالحرب الصامتة، يعني حرب ما بعد الحرب الأهلية، عندما ينتهي كل شيء وتبدأ الأحقاد تستيقظ بين الناس. طبعا أنا أخذت تجربة عائلة جزائرية، ولكنها ممكن أن تكون عائلة عربية. بلغ عدد الأعمال الروائية التي تقدمت للجائزة 711 عملا، كما شهدت الدورة الأولى افتتاح مركز كتارا للرواية العربية ومعرضا لتاريخ الرواية العربية.